أعلنت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة المطهرة في مؤتمر صحفي أمس أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم في دورتها 22 لعام 2018 التي انطلقت أكتوبر الماضي، حيث فاز فيها 152 مشاركا ومشاركة من أصل 1397 شاركوا في المسابقة والتي خصصت لها جوائز مالية بقيمة 1,000,000 درهم. حضر المؤتمر الصحفي كل من سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وناصر مسعود البارود عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية الراعي الحصري للجائزة، وعدد من المسؤولين.